الناشطات الفلسطينيات يتحدثن عن همومهن وقضاياهن في برنامج نساء مؤثرات للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، يأتيكم عبر شبكة وطن الإعلامية كل ثلاثاء الساعة 1 ظهرا ويعاد الأربعاء والخميس الساعة 8 مساء. أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم باسم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية على الهواء مباشرة عبر شبكة وطن الإعلامية في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي نساء مؤثرات. وحلقة هذا الأسبوع مع إحدى نساء المؤثرات في عملهن مع المؤسسات النسائية باسمكم جميعا، أرحب بمنسقة الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي السيدة والأستاذة عفاف غطاشة. أهلا وسهلا بك أستاذة عفاف. أهلا وسهلا. كما وأنتم أعزائي المتابعين يمكنكم المشاركة والاتصال على الرقم الذي يظهر في أسفل الشاشة. لا يختلف اثنان على أن العمال والعاملات هم نبض الحياة، وهم البنية التحتية للاقتصاد وللغذاء، وبدونهم تفقد الحياة معناها وتفتقد شعوب العالم للغذاء وللكرامة. احتفل أحرار العالم وتقدميه الأسبوع الماضي بعيد العمال العالمي، هذا العيد الذي يمثل ليس فقط وجع وأحلام العمال والعاملات، بل يمثل أهمية دورهم وصوتهم في التغيير الاجتماعي لخلق عالم جديد، عالم خال من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. إنه العالم الحلم، عالم العدالة الاجتماعية والمساواة. إذن أستاذ عفاف، أنت رفيقة نشيطة في العمل السياسي، ولك بصمة حقيقية في العمل الكفاحي ضد الاحتلال ورأس المال، وفي هذا الشهر شهر أيار أنت تشاركين الآخرين في الاحتفال بعيد العمال. فسؤالي هنا، ماذا يعني عيد العمال للأستاذ عفاف؟ شكرا على الاستضافة، ويسعد مساكي ومساء المشاهدين والمشاهدات. مثل ما تفضلتي، عيد العمال 1 أيار هو مناسبة أممية يحييها العالم الحر، عمال العالم الحر، ونحن بفلسطين جزء من هذا العالم. 1 أيار هو مناسبة أممية جاءت على خلفية عمال يعني أقاموا بعمل إضراب للمطالبة بتخفيض ساعات العمل لثمان ساعات، حينما كانت ساعات العمل طويلة وكان رأس المال يستغلهم بهذه الساعات الطويلة. وبأذكر بالتحديد سنة 1886 كانت هذه الأحداث، كان هناك إضراب بالولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة ب يعني تخفيض ساعات العمل. وعلى أثر هذه الأحداث تم يعني قتل ما يقارب يعني 200 عامل قتل وسجن، وجرح ما يقارب 200 عامل. ويعني ومن هناك يعني كان يعني انطلقت هذه المناسبة، مناسبة يعني 1 أيار. واستطاعوا هؤلاء العمال نتيجة هذا النضال يعني تخفيض ساعات العمل، تصبح ساعات العمل 8 ساعات. يعني ماذا يعني لي 1 أيار؟ يعني لي هو النضال النقابي المطلبي الكفاحي من أجل حياة كريمة للعاملات والعمال وعدم الاستغلال. هذا على المستوى الدولي، ونحن في فلسطين متى بدأنا الاحتفال بعيد العمال؟ يعني عيد العمال هو تزامن مع يعني على خلفية يعني الأحزاب الشيوعية بفلسطين والأحزاب اليسارية، وتم يعني إحياء هذه المناسبة والاحتفال بهذه المناسبة أيضا يعني عمل نوع من الجرد للحساب والمراجعة والتقييم. عيد العمال
ليس احتفالا بالمناسبة، يعني هو ليس احتفال بالمعنى الاحتفال، هو إحياء لهذه الذكرى كما بالعالم كله أيضا بفلسطين، وبشكل أساسي يعني أعتقد السبعينات كانت يعني بشكل الستينات والسبعينات كانت ذروتها واستمرت للآن. يعني هي مثل ما قلت إعادة تقييم وضع العمال، إعادة يعني محاسبة المسؤولين حول قضايا العمال وظروفهم وإلى آخره، وأيضا يعني عمل التركيز على الإنجازات إذا كان هناك يوجد إنجازات في الجانب العمالي أو النقابي أو الحقوقي أو إلى آخره، وبالتالي هي مناسبة للتأكيد على حقوق العمال، للنضال يعني أكثر ومزيد من النضال من أجل إحقاق مزيد من الحقوق العمالية سواء للعاملات أو العمال بشكل عام. وهي مرتبطة بالمناسبة بالفكر الاشتراكي التقدمي وبهذه الفلسفة، لأنه أتى من هناك بشكل يعني أساسي. كما ذكرتي كان التاريخ حافلا خاصة بالستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بمظاهر الاحتفال والاحتفاء بعيد العمال، ولكن سؤالي هنا لماذا هذا العام كانت مظاهر الاحتفال باهتة؟ لماذا لم نرى المظاهرات ولم نرى النشاطات ولا المؤتمرات على الساحة؟ يعني بتقديري شوفي بالساحة الفلسطينية كل شيء تراجع، بمعنى الحركة الوطنية جميعها تراجعت، وبالتالي وضع طبيعي أن تتراجع كل المناسبات والاهتمام بهذه المناسبات وهذه القضايا المهمة والمفصلية. بشكل أساسي عندما تتراجع الأحزاب السياسية اليسارية بالضرورة أن تتراجع النقابات، وبالضرورة أن ينعكس هذا على هذه المناسبات المهمة والأممية. يعني الأحزاب اليسارية هذه برامجها بشكل أساسي هي بنات على أساس اجتماعي طبقي، وبالتالي هذه الطبقة من يدافع عنها ومن يعبر عنها ومن يحميها ويحمي حقوقها ويناضل من أجلها هي الأحزاب اليسارية، وبالتالي الأحزاب اليسارية تراجعت، وبالتالي النقابات تراجعت، وبالتالي هذه المناسبات يعني تراجع الاهتمام بها وبإحيائها. ووضع طبيعي بتقديري هو طبعا ليس يعني هذا المطلوب، ووضع طبيعي للتراجع أن تتراجع هذه المناسبة. أنا ليس من باب يعني جلد الأحزاب بقدر ما هو تأكيد على دورها. الأحزاب اليوم، الأحزاب اليسارية للأسف الشديد وأنا جزء من هذه الأحزاب، تخلت عن برامجها، وبالتالي هذا ما نتج يعني عنه يعني 1 أيار وعدم الاهتمام بهذه المناسبة للأسف الشديد. تمام، يظهر أنه معنا اتصال هاتفي، تفضل. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك، ممكن تعرفنا عن حالك؟ معك صفوت عيسى من مخيم الفوار. أهلا وسهلا أستاذ صفوت، تفضل، إيش سؤالك للأستاذ عفاف؟ بدي أسأل الأستاذ عفاف سؤال، إنه بدنا يعني بدي فكرة تشمل تعزيز المرأة ومشاركة المرأة بشكل في المجال الاقتصادي أكثر من يكون في المجال السياسي في المجالات الأخرى، لأنه إحنا بنشوفش مثلا كثير نساء عاملات يعني مثلا في المجال الاقتصادي، يعني بنشوف من أكثر شيء يعني في مجال الاقتصادي انه بكون هن عاملات تحت اطار مثلا مؤسسات. بدنا احنا انه كيف نعزز دور النساء العاملات وتوسيع فرصهن في العمل في مجال اللي هو تكون هي مسؤوله عن شغله راس المال زي كيف رجال اعمال هيك يكون، مش بس انه تشارك تحت اطار تنظيم معين تحت إطار مؤسسة معينة. فهذا الإشي اللي بدنا إياه، يعني وفق قرار المنظمة اللجنة الوطنية 31/1/2012 لتشكيل هذا الإشي، لأنهم يسعوا لتطوير المرأة في تعزيز مشاركتهم الاقتصادية أكثر من تكون سياسية. فبدنا إشي واقعي. أستاذ صفوت،
للنتيجة. أستاذ صفوت، وصل سؤالك وبننتقل للسيدة عفاف. ما رأيك يعني بالسؤال اللي طرحه الأستاذ صفوت، ما هي إجابتك عليه؟ يعني هو ما يطرحه مظبوط، يعني مثل ما بنقول المشاركة السياسية مهمة، أيضا المشاركة السياسية الاقتصادية أيضا مهمة، وعندما تكون النساء مستقلات اقتصاديا وقويات اقتصاديا يستطيعنا المشاركة بكل المحافل والمجالات الأخرى. وبتقديري هذه ليست مسؤولية يعني حد بعينه، وهذه مسؤولية مجتمع كامل، وبشكل أساسي مسؤولية الحكومة، مسؤولية السلطة، توفير فرص عمل وتوفير أيضا فرص يعني تبني النساء مشاريع خاصة بهن. وبالتالي يعني بالضرورة عندما تتوفر هذه الفرص أن يكون هناك مشاركة اقتصادية، وأن يكون هناك يعني مسؤولية مباشرة تجاه المشاريع الاقتصادية المختلفة لدى النساء. إذا أستاذ عفاف، في عنا سؤال نطرحه. في مؤتمر بيت لحم الذي حدث في 2010 كان عنا مشاريع صغيرة لا تأخذها النساء، ولكن للأسف هذه المشاريع كلياتها أخذتها المؤسسات الفلسطينية الكبيرة، فأين دور النساء هنا؟ أو متى رح نعطي هذول النساء والعاملات هذه المشاريع الصغيرة بعيدا عن رأس المال الفلسطيني الكبير؟ يعني أنا بتقديري متى نعطي النساء، يعني على النساء جميعا وعلى الحركة النسوية وعلى القوى الوطنية أن تأخذ بعين الاعتبار موضوع المشاركة السياسية وموضوع مشاركة المرأة السياسية الاقتصادية آسفة، حتى تستطيع المشاركة مثل ما قلت، وتستطيع يعني أن يكون لها استقلالية وتأثير. وبالتالي الاهتمام بهذا الجانب، سواء الجانب الذي يتعلق بالحكومة بشكل أساسي، يعني على سبيل المثال أنا يعني موضوع صندوق التشغيل لدى وزارة العمل، هذا المشروع على أهميته، يعني أنا مثلا طلعت عليه على أهميته، هو يشغل نسبة كبيرة من النساء والشباب بالمناسبة. صحيح. من كلا الجنسين، ولكنه يعني زي ذر الرماد بالعيون، بمعنى أنه هو يعني يتيح فرصة عمل لست شهور وبمبلغ قليل جدا دون الحد الأدنى للأجور حتى، وبعد 6 شهور تنتهي هذه العلاقة وتنتهي هذه الفرصة. وبالتالي هي يعني لا تعطي فرصة للنساء ولا تقوي ولا يعني كان الأولى والأجدر هذه الفلو يعني هذه الأموال يعني توجه للطبقات والفئات المهمشة وعلى رأسها النساء والأقل حظوظا وعلى رأسها النساء، وإعطائها بشكل مباشر، إعطائها فرص وإعطائها ويعني بناء مشاريع صغيرة للنساء ولذوي الاحتياجات الخاصة أيضا من كلا الجنسين، ليس فقط النساء. أكيد أستاذ عفاف، وهنا أنه لازم يتوجب علينا سؤال، سؤالنا كالتالي، أنه يتعرض العمال الفلسطينيون في المصانع ورش العمل الفلسطينية لعدد من التحديات، أولها الرواتب القليلة مقابل ساعات العمل الطويلة، كمان ظروف العمل السيئة اللي بيكونوا موجودين فيه العمال الفلسطينيين. ممكن نلخصها بكلمة واحدة اللي هي الاستغلال هدول العمال والعاملات. فسيدي عفاف، ممكن تحدثينا أكثر عن الأسباب الحقيقية لعمليات الاستغلال للطبقة العاملة عامة وللنساء، الطبقة العاملة من النساء بشكل خاص، لأنه ممكن يعتبروهم هن الطبقة الأضعف أو الطبقة الأحوج فبيستغلوهن بشكل أكبر. شوفي، طبيعة رأس المال، فلسفة رأس المال مبنية على الاستغلال، وبالتالي يعني الوضع الطبيعي لهذه الفلسفة أن تستغل هؤلاء النساء وأن تستغل هؤلاء العمال. هلا لماذا يتم الاستغلال يعني، أو لماذا يسمح بهذه الفلسفة أن تترجم على أرض الواقع؟ بتقديري أكثر من سبب. أولا ضعف النقابات
التي تتبنى مفروض قضايا العمال واللي هي ناتجة عن ضعف الأحزاب السياسية المختلفة. والمسألة الأخرى هي الحكومة، يعني أين الحكومة، أين وزارة العمل بالتحديد، بما أنه إحنا بنحكي عن العمال من وضع وعي العمال أنفسهم كمان، هؤلاء النساء وضع يعني وعي العمال بتفق، وهي نقطة كمان مهمة وفي بالي، يعني وعي العمال مرتبط كمان بفعالية النقابات. يعني إذا النقابة فاعلة، اللي بيعمل وعي للعمال وبيعمل تنظيم للعمال هي النقابات. يعني عندما تكون النقابات العمال النقابات فاعلة، يعني تعمل على وعي العمال وتعمل على تنظيم العمال وتضعهم بلجان، وبالتالي هذه عندما تكون يعني يكون العمال والعاملات منظمين يستطيعوا الاحتجاج والمطالبة والاعتراض وإلى آخره. نحن نفتقد إلى هذا كله، وبالتالي يتم استغلال العمال والعاملات. تمام أستاذة عفاف، كما ذكرنا في البداية حضرتك منسقة الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور في العمل وللعمل المتساوي. ممكن تحكي لنا أكثر عن هاي الحملة، شو فائدتها، شو أهميتها، شو النتائج اللي حققتها إلى الآن على أرض الواقع، خاصة في مجال حماية العمال والعاملات؟ يعني حملة الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي هي حملة وطنية انطلقت من يعني قرار الحد الأدنى للأجور كقرار نافذ بفلسطين كان بال 2013. احنا بالحملة انطلقنا 2014 ورحبنا بقرار الحد الأدنى للأجور، ولكن تحفظنا على القيمة، وبالتالي تم يعني إطلاق هذه الحملة، وأتت هذه الحملة بشكل أساسي من مؤسسة فؤاد نصار، اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، وأيضا الكتلة العمالية التقدمية. وتوسعت هذه الحملة فيما بعد وضمت ما يقارب حوالي 40 مؤسسة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأطر النسوية المختلفة. وكانت فلسفتها هو ليس فقط تطبيق الحد الأدنى للأجور، إنما زيادة الحد الأدنى للأجور، لأنه لما بنقول عن بهذاك الوقت كانت 1450 أعتقد عندما صدر، يعني هو مبلغ دون خط الفقر المتقع. إلى كم كانت الحملة؟ المطالبة كانت يعني زيادة الحد الأدنى للأجور وفق خط الفقر الوطني، واللي هو في هذاك الوقت كان 2480 هيك إشي. وبالتالي هذا المبلغ اللي طول الوقت كانت الحملة بتطالب فيه. الحملة عملت كثير من الضغوطات على صناع القرار وعلى وزارة العمل بالتحديد، كان لها أنشطة مختلفة ضاغطة بالشارع، عملت دراسة بحثية حول يعني طبيعة الحد الأدنى للأجور وكيف تم يعني إخراج هذا المبلغ، لتجد أنه تم يعني نوع من عدم الشفافية في إخراج هذه القيمة. يعني عندما نقول الحد الأدنى للأجور يعني 2450 في هذاك الوقت، خط الفقر المدقع 1800 هو دون خط الفقر المدقع، يعني عارف شو المبلغ، جدا بسيط. نحن يعني بكل تواضع يعني أريد أن أقول أننا اشتغلنا ما يقارب 4 سنوات على موضوع الزيادة، ومثل ما قلت عملنا أنشطة مختلفة كثيرة، كان لنا لقاءات مع الوزارة، وآخر لقاء بذكر كان بشهر 1 قبل جائحة كورونا، وكان في وعود من الوزارة أن يكون هناك زيادة بشهر 3 وزيادة معقولة وفق يعني قوى الإنتاج الثلاث. أستاذ عفاف، معنا اتصال هاتفي، خلينا ناخده ونكمل حديثنا. تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك، عرفنا عن حالك. محمود الجمال. أهلا وسهلا أستاذ محمود. بدي أسأل أستاذ عفاف،
بنشوف المؤسسات النسوية بتعمل على اللي هو انه المساومة بين الجنسين ونهضة النساء، بس احنا ما عمرنا شفنا اشي، يعني ما بدي احكي ما عمرنا شفنا، بس انه الاشي الملموس اللي نشوف عرض الوقت بيكون شوي ضئيل وصغير. انه هون السؤال، احنا دائما بنطلب المساواة، بس احنا ما بنحدد هاي المساواة. هذا واحد. اثنين، انا بدي ايد الاستاذ صفت باللي حكاه، اللي هو انه يكون في استقلال مادي للمرأة. هذا الاشي ما بنشوفه في مؤسسات كتير، يعني قديش في مؤسسات نسوية ما بنسمع عن الاستقلال المادي للمرأة الا في جزء كتير صغير من هاي المؤسسات. طب هذا الاشي الاهم عشان النهضة للمرأة وعشان نصل لمرحلة المساواة ما بين الذكر والأنثى. فهاي الفكرة، إنه إحنا ليش ما بنشتغل بشكل أكبر على اللي هو نهضة المرأة ماديا أو الاستقلال المادي للمرأة. شكرا أستاذ محمود. تفضلي أستاذ. اسمحي لي أكمل فكرتي في موضوع الحد الأدنى للأجور. وبالتالي إجت جائحة كورونا، ويعني إذا كان الوضع صعب هي صعبت المسألة أكثر، وبالتالي تم تجميد موضوع الحد الأدنى للأجور رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى. وبعد ما صار شوية انفراج تم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه الزيادة صفى على 2450 ولا؟ لا، 1880. هذه الزيادة أتت نتيجة نضال الحملة، النقابات المختلفة إلى آخره، ونحن بالحملة رحبنا في هذه الزيادة ولكن غير راضين عنها، يعني ليس صحيح هذا المطلوب. وسوف نبقى نناضل من أجل إقرار حد أدنى للأجور، يعني أول شيء يرتبط بغلاء المعيشة، اثنين على الأقل يكونوا في خط الفقر يعني الوطني. يعني كده حاطين قيمة ممكن. القيمة هي مثل ما قلت لك قبل قليل، هي 2480 حسب 2480. هل هي حتى لو 2480، هل هي هاي القيمة تقدر تعيش أسرة سواء كان على رأسها رجل عامل أو امرأة عاملة؟ مع العلم أن في دولة الاحتلال الحد الأدنى هو 6000 شيكل ونفس الأسعار، وإحنا اللي بنشوفه اليوم الغلاء المعيشي يوم عن يوم، كل شيء بيزيد كل شيء بيزيد. فال 2480 ما بتوقع بتفتح بيت، يعني تمشي أسبوع واحد أوكي ممكن، طيب وباقي الشهر؟ هو يا ريت لو 2000، هو 1880 واللي تفضلت فيه مظبوط، يعني صحيح 100%. يعني هو مؤسف جدا أن نشهد على موضوع الحد الأدنى للأجور دولة الاحتلال، ولكن مضطرين لهذا. نفس زي ما تفضلتي، نفس الأسعار إذا ما كانتش عندنا أغلى كمان، ومع ذلك هم عندهم جديد كانت 5000، جديد رفعوا إلى 6000، بينما إحنا يتراوح يعني طول الوقت دون خط الفقر المدقع. أنا بتقديري السبب الأساسي، وأنا بدي أحمل هنا المسؤولية الكبرى للحكومة، الحكومة غير منحازة للعمال، حكومة فلسفتها السوق الحر، وبالتالي صحيح. هي غير منحازة للعمال، هي يعني هي تنحاز لرأس المال أكثر، يعني ويا ريت حتى واقفة على يعني نفس المسافة بين الجهتين، لا، بينما هي تنحاز أكثر لرأس المال. ويعني ليس غريب أن أقول أن بهذه الحكومة هناك تحالف بين البعض وبين رأس المال، وبالتالي مش من مصلحتهم يعني يزيدوا موضوع الحد الأدنى للأجور، ومش من مصلحتهم يوقفوا حتى مع العمال، وبالتالي نعم الحكومة نعم الحكومة هي مسؤولة، وكمان عنا الأحزاب السياسية لها دور كبير، خاصة الأحزاب اليسارية. وخلينا مع بعض نرحب بالمشاركة، اتفضل. بس ما جاوبناش على السؤال، رح نجاوب مع بعض. أهلا وسهلا، تفضلي. عارفين عن حالك. وشكرا جزيلا على الحلقة. بس في عندي سؤال للأستاذة عفاف. أستاذة عفاف، أنا بعرف إنه المؤسسات النسوية وأنتم مؤسسات ناشطة أمام تحدي كبير اللي هو الحديث عن واقع النساء في سوق العمل. سؤالي هو، عندي فضول أعرف أنتم كمؤسسات نسوية كيف بتحاولوا تدمجوا النساء في هذا النوع من الحملات، وخاصة النساء العاملات، لأنه أنا كامرأة عاملة بتعرض لتهديد
إذا أنا بدي أحكي وأنضم لهاي المؤسسات الناشطة اللي بتحسن وضعي وتحسن واقعي وترفع لي راتبي، فشو هي الاستراتيجيات أو كيف تدمج النساء على أساس يتغلبوا على هذا التحدي، وكيف إحنا ممكن ننضم لهاي الحملات اللي أكيد بتحسن واقعنا وبتحسن ظروفنا من غير ما نعرض شغلنا ولقمة عيشنا لأي خطر؟ شكرا لك أستاذ عفاف. بدنا نجاوب على المشاركتين مع بعض. المشاركة الأولى عن نهضة النساء الاقتصادية أو التمكين الاقتصادي للنساء، والسؤال اللي طرحته الأستاذ عن دمج النساء بهذه الحملات. تفضل. يعني السؤال الأول للأخ أيضا أعتقد من الخليل. من الخليل الأستاذ محمود. يعني خليني أوضح مسألة وهيك بشوية استغراب كمان. تحميل المؤسسات النسوية المسؤولية وكأنه لسان حال الذين يسألون وكأنه المؤسسات النسوية تتحمل مسؤولية النساء مستقلة اقتصاديا أو مش مستقلة، تعمل أو لا تعمل، يعني هذا في نوع من الإجحاف أو عدم بجوز الوضوح للمشاهد، مع احترام الشديد ومع السائل السؤال كل الاحترام له. ليس مسؤولية المؤسسات النسوية تشغيل النساء، المؤسسات النسوية تناضل من أجل خلق فرص عمل، تناضل من أجل يعني الضغط على الحكومة من أجل خلق فرص عمل لهؤلاء النساء، وبالتالي يعني مش مسؤولية المؤسسات أو الحركة النسوية خلق فرص عمل، هي تسعى ويعني تحاول، لكن بالدرجة الأولى مسؤولية الحكومة، بالدرجة الأولى مسؤولية المؤسسات النسوية مسؤولية نضالية، مسؤولية الحركة النسوية بشكل عام هي مسؤولية نضالية بحتة، وهي مع يعني خلق فرص عمل، وهي مع الاستقلالية الاقتصادية وإلى آخره. السؤال الثاني، كيف لنا أن ننتمي لهذه الحملات وكيف لنا أن نكون بهذه الحملات؟ سؤال مهم. يعني إحنا كنا طول الوقت بحملة الحد الأدنى للأجور نقول التحدي الكبير أمام حملة الحد الأدنى للأجور أن يكون العامل هو بالميدان وهو المطالب بحقوقه ونحن مجرد يعني واسطة، مجرد يعني سند له ليس أكثر، إنما التحدي الكبير أن يكون العامل هو في الميدان. أنا بتقديري كمان هذه مسؤوليتنا كلنا، مسؤولية الحملة جزء من العملية، ومسؤولية النقابات. يعني النقابات يجب أن تكون هي يعني بالمناسبة لو النقابات قوية والنقابات ماخذة دورها كان حملة الحد الأدنى للأجور مش موجودة، ما فيش ضرورة لإلها، كان النقابات هي التي تقوم بهذا الدور، وبالتالي هذا دور النقابات بشكل أساسي. أنا المطلوب من العمال أن يحاسبوا هذه النقابات، ولأنه العمال هنا إحنا رحنا على ممكن اللي هي الحلول اللي لازم نعملها. فهنا بدي أحكي لك إنه إحنا كمؤسسات نسائية وكاتحادات نقابية وحتى كأحزاب سياسية في عنا مشكلة وفي عنا تداعيات منا الآليات للمواجهة، إيش في عنا حلول لنقدر نتخطى هاي المشكلات، لنقدر نرفع الظلم عن العاملين والعاملات، وكمان لنقدر نحقق عدالة اجتماعية. شوفي، الموضوع العدالة الاجتماعية موضوع يعني حلمنا كناس يعني ننحاز للطبقة العاملة، وبالمناسبة وزارة العمل على سبيل المثال في برنامج أو إحياء واحد أيار، أنا سمعت أكثر من مقابلة وزارة العمل تقول إنه 2022 هو لتحقيق العدالة الاجتماعية. أنا بالمناسبة كشعار بنبسط لما بسمعه ورحب بهذا، ولكني استغربت يعني إنه كيف لنا إنه أن نحقق العدالة، أو كيف للوزارة أن تحقق العدالة الاجتماعية في خلال سنة على سبيل المثال، أو ممكن هي قصدت إطلاقه
بهذه العام. لكن أنا بتقديري المنظومة كلها، ليس الوزارة فقط، المنظومة كلها لا تستطيع، يعني ليست فلسفتها ولا رؤيتها تحقيق العدالة الاجتماعية كما يعني نفهمها نحن على الأقل، وبالتالي نحن بعيدين جدا عن موضوع العدالة الاجتماعية. يحتاج هذا إلى نضال ومزيد من النضال عشان نحقق العدالة الاجتماعية. حسب الوزارة هي تحتاج لحد أدنى للأجور ليس بهذه القيمة، لكن وفق القيمة اللي قلناها كحد أدنى، عشان هيك احنا بنقول الحد الأدنى. وإلى تطبيقه يعني هي أطلقت القرار، ولكن في تطبيقه يعني أصلا قبل ما يكون هذا الرقم كان حوالي 35% فقط مطبق، وبالتالي النسبة الأكبر غير مطبقة، والآن بنحكي عن رقم أكبر، كيف لنا أن نطبق هذا؟ اثنين بس إذا سمحتي لي، موضوع الضمان الاجتماعي، لا يوجد ضمان اجتماعي إذا بدنا نحقق العدالة الاجتماعية أو نكون قريبين من العدالة الاجتماعية. الأجور المتساوية، قانون العمل، يعني قانون العمل منذ 10 سنوات لحد الآن أو أكثر لم يتم التعديل، وإن كان في حراك من أجل التعديل أنا لي بالنتائج، وبالتالي أنا أتساءل كيف يمكن أن تطبق العدالة الاجتماعية؟ كيف ننهض بالعمال والعاملات؟ يعني أنا دائما أقول فلسفتي وأؤمن بها، الذي لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد منه. ليس أمامنا إلا أن نبقى نناضل، وليس أمامنا إلا أن نبقى ندافع عن هذه الطبقة العاملة المهمشة. أنا يعني أود أن أقول للعمال والعاملات، هذه النقابات المختلفة والمتصارعة أحيانا على حساب العامل، هي تمثل هذا العامل، وهي تأخذ اشتراكات من هذا العامل، وهي مبنية أصلا وموجودة باسم العامل. أنا أقول للعامل عليه أن يتوجه هناك وعليه أن يحاسب هناك، ونحن بالحملة، أي حدا بتوجه لنا إحنا جاهزين لضم هؤلاء العمال. رح يكون عندنا مجال عشان توصل رسالتك للعمال والعاملات، ولكن عندنا اتصال هاتفي. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. معك صهيب شوابكة. أهلا وسهلا أستاذ صهيب. بدي أسأل الأخت عفاف، تفضل. لماذا في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ما في تدرج في الجزاءات عندما يتعلق الموضوع بالمرأة العاملة؟ مثلا عند الخطأ في موضوع معين بيتم فصل المرأة، ما بيتم إعطائها إنذار شفوي أو الحرمان من الترقية، وهذا غير موجود عند الرجل، مع أنه موجود ومنصوص عليه في كتاب حقوق المرأة العاملة في فلسطين عام 2016. شكرا لك أستاذ صهيب، تفضل أستاذ عفاف. يعني سؤال بتقديري مهم جدا، للأسف الحلقة الأضعف دائما، يعني ليس في يعني في الحكومة وفي الأحزاب وفي المجتمع المدني وثقافة المجتمع بشكل عام، هي الحلقة يعني هذه الثقافة التي تحمل الرؤية تجاه النساء بأنهن الحلقة الأضعف، والتعامل معهن بطريقة دونية، وبالتالي يتم استغلال النساء يعني بهذه الطريقة، ويتم استثناءهم يعني من كل المعادلة، سواء بالمناصب والتدرج مثل ما تفضل، أو حتى بالأجور. يعني لما يعني عندما يكون عامل وعاملة بمصنع يعملوا نفس ساعات العمل ونفس الجهد ونفس الكفاءة، تجدي دائما راتب العامل أعلى من راتب العاملة. هذه الثقافة للأسف التي تحتاج إلى تغيير، وتحتاج إلى نضال، وتحتاج إلى تكاثف كل أستاذ عفاف. هنا بدنا نرجع شوي للحلول، احنا حكينا بالحلول، حكينا عن حلول استراتيجية اللي هي العدالة الاجتماعية والمساواة وغيرها، ولكن احنا بدنا حلول آنية، حلول انه بالوقت الحالي نقدر نطبقها على أرض الواقع. يعني مثل ما حكيتي هسا انه في مشاكل خاصة على العاملات، ظلم واضطهاد واستغلال للعاملات أكثر من العاملين، والظلم والاستغلال على الجهتين، ولكن في عنا جهة أكثر من جهة.
بدنا حلول آنية على أرض الواقع، ما بدنا مثلا نستنى سنين، ما بدنا نستنى مثلا الحكومة أو نستنى مثلا يعمل خطوة. إحنا كأحزاب مثلا، كنقابات، كمؤسسات عاملة وموجودة في هذا الوطن، لازم يكون لنا دور وقوي أكثر. يعني أنا بتفق معك إنه نحن بحاجة إلى يعني خطوات عملية يومية إذا بدك. يعني إحنا بحملة الحد الأدنى للأجور على سبيل المثال وليس الحصر، دائمين الزيارات للمصانع وللمشاغل وللعاملات واللقاء معهم ومعهن، ومحاولة يعني إشراكهم بحلقات توعوية. يعني عندما عملنا دراسة عن موضوع الحد الأدنى للأجور، حاولنا قدر المستطاع إشراك العاملات ب يعني شرح هذا وعرض هذا البحث على سبيل المثال. نحاول ولكن المعيقات كثيرة، خاصة أمام العاملة. يعني العاملة ممنوع تطلع من المصنع، وإذا خرجت يعني أي مغادرة هي على حسابها، وأحيانا حتى الزيارة مش دائما مسموح لك زيارة المصنع، وفي هناك قيود كثيرة على العاملة بسبب أنه يعني أي زيارة هي تقوي العاملة، أي زيارة هي ليست في مصلحة رأس المال ورب العمل وإلى آخره. وبالتالي نحن نحاول، يعني هذه جهود مشتركة بشكل أساسي، توعية العاملة للأخذ بأيديهم ما استطعنا، وأيضا لتلمس قضاياهم وشكواهم. يعني بالفترة الأخيرة كان لنا عمل دراسة، يعني قمنا بعمل دراسة حول العنف ضد المرأة والتحرش بأماكن العمل. يعني بتستغربي جدا الحالات التي قابلناها والتي شهدناها والتي سمعنا لها، هي يعني الكثير من حسنا أستاذ عفاف، أننا نستغل ما تبقى من الوقت، لا تعرف العناوين على سبيل المثال. نحن نحاول، نحن والآخرين بدنا نستغل آخر الوقت عنا، بدنا توجهي لنا رسالة للعمال بشكل عام وللعاملات بشكل خاص. يعني للعمال والعاملات أنا أود أن أقول بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، المناسبة الأممية العزيزة على قلوبنا، إحنا مع العمال، سوف نبقى مع العمال، نقول لهم أن الصراع صراع طبقي، ونحن نؤمن إيمان مطلق بهذا، ونحن ننحاز انحياز كامل لهؤلاء العمال، سوف نبقى معهم، سوف نناضل من أجلهم. ما نريد من العمال أنفسهم أن ينظموا أنفسهم ما استطاعوا من خلال النقابات الموثوق بها. ويعني عندما أنا قلت المناسبة ثمانية، مناسبة 1 أيار، قلت قديش القضايا حتى تحقق بدها تضحيات. فيعني أنا يعني أود أن أقول للعمال زيلوا الخوف. الخوف هو بفهم إنه لقمة العيش، ولكن يعني زيلوا الخوف حتى تحققوا لقمة عيش بكرامة، بإنسانية، يعني العامل الذي يعني سوف يبقى خائف، وأنا أبرر وأتفهم هذا، لن يحقق تغيير حقيقي في مجال عمله وفي أجرته وقيمة الأجرة. شكرا لك أستاذ عفاف، منا كمان بشكل مختصر توجهي رسالة لوزارة العمل الفلسطينية بشكل مختصر لقرب نهاية البرنامج. يعني وزارة العمل أنا أتمنى أن تنحاز انحياز كامل للعمال والعاملات، أن لا تبقى على منحاز لرأس المال، وهذا يجب أن يترجم بسياساتها ويترجم بقوانينها ويترجم بإنصاف العاملات والعمال بموضوع الحد الأدنى للأجور، سواء تطبيقه أو زيادته. نحن من منبركم المهم نقول أن هذه القيمة أيضا المرحب فيها غير كافية، وسوف نبقى نناضل من أجل زيادة أخرى لموضوع الحد الأدنى للأجور. وبالتالي هذا الانحياز يجب أن ينعكس في هذه المجالات. في
في نهاية هذه الحلقة أود أن أشكر ضيفتي الأستاذة عفاف غطاشة، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على المتابعة. نراكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم، دمتم بخير. الناشطات الفلسطينيات يتحدثن عن همومهن وقضاياهن في برنامج نساء مؤثرات للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، يأتيكم عبر شبكة وطن الإعلامية كل ثلاثاء الساعة 1 ظهراً، ويعاد الأربعاء والخميس الساعة 8 مساءً.